تنطلق الخميس منافسات الأسبوع 16 من الدوري السعودي لكرة القدم. يلا معليش. الجريحان الفتح والاتفاق يلتقيان في مواجهة خارج سباق المنافسة، مواجهة باردة لا تحركها أي رغبة. معين السواري. مواجهة الفتح مع الاتحاد كانت ستحمل طعما آخر واهتماما أكبر لو أن الزمان توقف بالفريقين في نهاية الموسم الماضي، لكن الاختلاف لم يكن فقط في الزمان، بل هم أهل الزمان متغيرين. حامل اللقب الفتح عاشر الترتيب ب17 نقطة يصارع من أجل البقاء بعيدا عن منطقة الخطر. ظاهرة الموسم الماضي الذي يلقب بالنموذجي، نتائجه ليست نموذجية رغم حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق مع مدربه فتح الجبال، لكن ما يحدث للفريق يظل لغزا محيرا لأبناء النادي. حالة الفتح قد لا تختلف كثيرا عن فريق الاتحاد الذي تعصف به المشاكل ويحتل حاليا المركز السادس برصيد يبلغ تقريبا نصف رصيد المتصدر. بنات غادر بعد أن ظهر الوهن على النمر، ويحاول المصري عمرو أنور فتح شهيته مجددا لالتهام النقاط، وتواضع رصيد الاتحاد منها يتناسب طرديا مع رصيده المالي. الأزمة المالية أثرت على استقرار الفريق ومطالبات اللاعبين بمستحقاتهم تعدت أسوار النادي الذي سعى لإخماد ثورة المستحقات بوعود جدولتها، وفي الوقت نفسه سعى للبحث عن عقد رعاية في دبي الإماراتية. بعد فوز الاتحاد ذهابا بأربعة أهداف لهدفين، يلتقي الجريحان في الإحساء في مواجهة يدخلها الجبال مكتمل الصفوف وبوضع أفضل من عمرو أنور الذي سيفتقد لعدد من لاعبيه الأساسيين بغياب أسامة المولد وأحمد الفريدي للإصابة، بالإضافة إلى البرازيليين جوبسون وليوناردو بونفيم لتأخرهما في العودة من بلدهما. لقاء الفتح مع ضيفه الاتحاد الذي يتقدمه بفارق 3 نقاط فقط سيكون مناسبة هامة لفريقين يبحثان عن نقاط بيضاء تنفع في يوم أسود قد يلوح في الأفق إذا ما استمرت حالة الانهيار الفتحاوية والانكسار الاتحادية. معين السواري، العربية. ومن الدمام غير بعيد عن الإحساء التي تحتضن المباراة يلتحق بنا الدولي حمد الدباخي اللاعب السابق. كابتن أهلا بك معنا. خارج منافسة المراكز أو الصدارة والذهب، وأيضا ربما غير بعيد أو بعيد من مراكز الرباعي المقدمة، ماذا يمكن يعني من إداري ومدرب الفريقين أن يشحنوا لاعب الفريقين عشان يلعبوا كرة قدم الفتح والاتحاد؟ لا، فيه طبعا بالنسبة للفتح عند بطولة آسيوية، وبالتالي فهو يستقل المباريات المتبقية له كمرحلة إعداد للمسابقة الآسيوية. في الجانب الآخر أيضا الاتحاد راح يشارك في المسابقة الآسيوية، لكن ما زال تايه طبعا الاتحاد على اعتبار أن مشاكل اللي خارج الملعب مو قاعدة تساعده على أنه يعمل عملية استقرار ومكون شخصية واضحة للفريق عكس الفتح. الفتح شخصيته واضحة رغم أن نتائجه غير جيدة، ولكن الخوف الكبير على أن الاتحاد ما زال تائه، ما زال المشاكل اللي خارج الملعب اللي هي المشاكل الإدارية تلقي بظلالها على شكل الفريق فنيا. صحيح. كابتن، تابعت الاتحاد الجديد مع المدرب المصري عمرو أنور، يعني تابعت النجوم الصغار والشباب الأسماء الصغيرة اللي في الفريق، إذا ممكن تتحدث عن هذا الجانب كابتن، هل هو اسم الاتحاد بيسبب عليهم ضغط نفسي كبير؟ لا، بالنسبة لهم طبعا جاءوا يعني لعبوا في الفريق ليس تدريجيا، إنما مجبرين للظروف اللي عملتها الإدارة الاتحادية بتسريح النجوم، لأن العدد الكبير اللي يدخل لازم يدخل وفق سياسة متدرجة يستفيد من لاعبين الخبرة. نعم. عدد المباريات اللي لعبها، عمر الكروي، ترتيب الفريق، الزخم الجماهيري والإعلام لنادي الاتحاد، موقع نادي الاتحاد، كل هذا بيأثر في اللاعب الجديد أو مجموعة اللاعبين اللي دفع بهم للاتحاد.
وبالتالي ربما يتخلصون من عملية الضغوط، لكن في نهاية الأمر هم لاعبين يتأثرون بالمتغيرات والنتائج والوضع الذي يعيشنا للاتحاد خارج واللي أثر عليه في داخل الملعب. نعم، بالنسبة للفتح كابتن يصل إلى نصف نهائي كأس ولي العهد، هو سيبدأ دور المجموعات قريبا في الدوري الآسيوي، دوري الأبطال الآسيوي. هل يمكن أن يتخذ المباريات المقبلة كنوع من الإعداد كابتن، ولا وضعه قد يكون محرج في الهبوط؟ هو 18 نقطة مقابل 17 اللي أقل منه. هو 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 مشكلة الفتح أنه وصل للقمة لم يستطع أن يحافظ عليها بالرغم. لو قارناه بالاتحاد أخوي بتال، نعم، عدد اللاعبين اللي مثلوا الاتحاد إلى الجولة 15 يفوق عدد اللاعبين اللي سجلوا الفتح، بمعنى أن الفتح عنده عملية استقرار تساعد المدرب على أنه يقدم الفريق بشكل جيد. نعم، الفتح حتى في نتائج اللي خسرها ما كان فريق سيء عكس الاتحاد، فالفتح مع ذلك هو في المرتبة العاشر، لكن كاستقرار وكعمل فني أفضل من المركز السادس اللي هو الاتحاد. نعم، لكن قلت لك النتائج خدمت الاتحاد على حساب الفتح. طيب فنيا كابتن كيف تقرأ المباراة؟ مواجهتين في إطارها الفني البحت بعيدا عن كل الظروف اللي تحدثنا فيها. في بالنسبة للشكل الفني إذا كانت هي خارج السباق للدوري طبعا ما بيكون عليها ضغوط كثيرة، لكن أعتقد أن المباراة في ظل أنها بتكون مفتوحة من الجانبين أيضا بتكون حذرة بالنسبة للفتح بشكل كبير جدا، على الاعتبار أنه هو الآن يبحث عن عامل الثقة اللي افتقده، لأن عناصريا زي ما قلت لك الفريق مستقر، نعم، جهاز الفني موجود، لكن النتائج ما اختفى، هو يحاول يحقق مكاسب معنوية من مباراته مع الاتحاد، بالإضافة إلى أن الفوز يعطي عامل كبير جدا بالنسبة للاعبين، تعود لهم الثقة ويعود الفريق بشكل جيد قبل النصف النهائي طبعا في كأس ولي العهد أو حتى انطلاق المسابقة الآسيوية طبعا. نعم، نرجو أن نشوف مباراة حلوة، هي إعادة لمباراة السوبر اللي افتتحت الموسم السعودي لكن الظروف مختلفة. شكرا جزيلا كابتن حمد الدبيخي. لا لا تفضل كابتن تفضل تفضل. لا هي بتكون أفضل طبعا اعتبار أن عامل اللياقي عندهم أفضل، عامل التجانس في الفريق الفتح بالنسبة له أفضل، يعني بنتمنى أن نشوف مباراة أفضل بكثير خصوصا خارج عملية الضغوط. شكرا جزيلا كابتن حمد الدبيخي الدولي السابق. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا. وفي الرياض اللقاء يجمع قطب الرياض الهلال بضيفه الفيصلي، المباراة ستحظى بمتابعة عالية بسبب وجود أحد المتطلعين إلى اللقب فيها. بين هلال العاصمة وفيصلي حرمة مفارقات كبرى تاريخا وواقعا. الهلال الذي لم يغب عن دور الكبار منذ أن أنشئ عام 76 من القرن الماضي، فيما حضر الفيصلي في دور المحترفين بعد 30 عاماً عام 2006، وغادر سريعاً قبل أن يعود عام 2010 وحتى الآن. في الموسم الحالي بين الأزرق والأحمر 21 نقطة، وفرقت بينهما 10 مراكز. الهلال ثانياً ب 35 نقطة، والفيصلي في المركز الثاني عشر ب 14 نقطة. في 15 مباراة خاضهما الفريقان، انتصر الهلال في 11 مباراة، فيما خسر الفيصلي في 7 مباريات ولم يتمكن من الانتصار إلا في 3 منها. على مستوى التسجيل هز لاعبو الهلال شباك خصومهم في 38 مناسبة بمعدل هدفين ونصف في كل مباراة. أما لاعبو الفيصلي فلم يستطيعوا هز الشباك إلا 11 مرة بمعدل 7 من 10 في كل مباراة. شباك الفريقين هزت خلال المباريات الخمسة عشرة 11 مرة.
آخر جولة خسر فيها الهلال كانت العاشرة أمام النصر، وهي الجولة التي حقق فيها الفيصلي فوزه الأخير أمام الشعلة. خلال الجولات الماضية لم يصل معدل استحواذ الفيصلي للكرة في الميدان أكثر من 43%، فيما بلغ معدل استحواذ الهلال 66%. مواجهة اليوم هي 14 بين الفريقين. جميع المواجهات السابقة انتهت بفوز هلالي، كان أكبرها عام 2010 عندما هز ياسر القحطاني شباك عناب سدير بهاتريك لينتهي اللقاء 5-1. مرتضى العلوي، العربية. وإلى الرياض، من هناك التحق بنا أيضا دولي سابق فيصل بوثنين. فيصل، كل الأرقام التي ذكرها الزميل مرتضى توضح أن هناك بون شاسع، فرق كبير بين الهلال والفيصل، هل يمكن نسلم بالمباراة إذن؟ مساء الخير بالتالي عليك وعلى المشاهد العربية. بالتالي أنا أعتقد لغة الأرقام يعني لا يمكن أن نأخذ بها خصوصا في الدوري السعودي، لأن فريق الفيصل لو شد حيله تخيل يعني ممكن اللي ترتيبه الثاني عشر أن لو شد حيله بيكون ثالث الدوري السعودي، يعني تخيل يعني 9 نقاط بين الثالث والثالث عشر، يعني نقاط يعني قريبة متقاربة، مستويات متقاربة، الفرق حقيقة نقاطها حتى بين يعني الأول والثاني والثالث بون شاسع، فبالتالي المستويات والنقاط هذه لا تدل أو يمكن الاعتماد عليها. ولكن فريق الفيصلي إذا نظرنا له من الناحية الفنية فريق تطور كثيرا وعادت له الروح المعنوية وأصبح فريق منظم داخل الملعب، وحقيقة يقدم جمل فنية وتكتيكية عالية جدا، ولديه لاعبين يقوم بأدوار ممتعة خصوصا مع الأندية اللي تحب أو تفتح الملعب وتهاجم، ولكن يجد معاناة شديدة مع الأندية اللي بنفس مستوى أو يعني قريبة منه كما مباراة التعاون السابقة. نعم جميل. على الجانب الهلالي لاعبين جدد دخلوا إلى القائمة، تكلم عن كاريري، تكلم عن كواك، طبعا شاركوا في المباراة الماضية، ولكن أيضا ما تزال هي مباراتهم الثانية، بمعنى أنه التأقلم والانسجام قد لا يكون موجودا في مبارتين فقط. كيف وجدت أو كيف شاهدت حضورهم الأول في القائمة الزرقاء؟ صحيح بالتالي ربما اختصر عليهم كثير من الانسجام ان كواك يعني موجود في نادي الشباب ويعني تعود على الاجواء، مجرد تغيير لون القميص. سعود كاريري بخبرته لاعب كبير ولاعب خبير وسبق اللعب مع لعيبه الهلال في المنتخب، فبالتالي حتى مساله التاقلم بتكون سهله بخبره واسلوب وطريقه سعود كاريري. ايضا الجو العام للفريق والروح المعنويه العامه للفريق والانتصار الكبير اللي حققه امام الاتفاق، هذه كلها ستلقي بظلالها على معنويات الفريق وعلى ثقتهم وعلى عطائهم داخل الملعب. كل هذه الأمور تشجع على أو تدعم فريق الهلال لأن يكون يعني لديه عوامل الفوز ومطلب الفوز قوي في مباراة الغد. ولكن بالتالي دائما بطولة الدوري نقاطها تأتي من فرق المؤخرة، عندما صحيح. تخسر أو تتعادل مع فرق المؤخرة تقل حظوظك في المنافسة على بطولة الدوري. لذلك الهلال أمامه منعطف خطر وقوي جدا. فريق الفيصلي في مباراة الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا وقوية، يدل على أن الفريق متمكن، وعلى الهلال أن يحذر مباراة الغد أنه سيواجه فريق مختلف عن ما واجهه في الدور الأول. جميل. طيب خلينا نبتعد عن الأسماء، عن اسم الهلال، عن اسم الفيصلي كأسماء وكلاعبين، نتكلم عن طريقة فنية لمدرب الهلال سامي الجابر ولمدرب الفيصلي. نبدأ بالهلال صاحب الأرض. الهلال في الفترة الأخيرة سامي الجابر بدأ يعتمد على طريقة 4-4-2، يعني يبدأ بتشكيلته طبعا اللاعبين الدفاع المعروفين الشمراني وكواك وسلطان الدعيع اللاعب اللي قاعد يقدم مستويات متميزة، وعبد الله الزوري أمامهم كاستيلو وسعود كرير في مباراة الاتفاق أنا أتكلم، وعلى اليمين سالم الدوسري وعلى اليسار نفز وأمامهم ياسر وناصر الشمراني. هذه الطريقة الهلال يبدأ فيها المباراة، وعندما يجد أو يرى سامي أن الفريق يجد صعوبة
يسحب ياسر القحطاني ثم يدخل نواف العابد، فتنتقل الطريقة إلى 4-5-1، وهذا ينوع من طريقة اللعب وأسلوب فريق الهلال. نعم. ولكن الهلال أحيانا يجد صعوبة في التسجيل أو في البحث عن هدف، وأحيانا تنهمر الأهداف لأن الفريق بأسلوبه وطريقته تأتي تباعا، كما حدث في مباراة الاتفاق وكما حدث في مباراة العروبة، وجد صعوبة كبيرة في تجاوز فريق العروبة. لذلك الهلال مستوياته متباينة حتى في أسلوبه وتسجيل الأهداف، وهذا يدل على أن الفريق لديه قوة حتى الآن لم تفعل بشكل كامل وقدرات كاملة. نعم. مدرب الفيصلي، أنا أتكلم عن المدرب الإيطالي الأخير، غير من أسلوبه وطريقته ومنهج فريق الفيصلي، انعكس على أداء اللاعبين داخل أرضية الملعب، أصبح الفريق يلعب أسلوب الدفاع، وكما تعلم دائما المدربين الإيطاليين دائما لديهم قدرة على الأمور الدفاعية ويتحكمون ويسيطرون عليه، وهذا ساعد فريق الفيصلي على أن يكون فريق منظم داخل أرضية الملعب. جميل. أيضا التألق اللافت لحارس المرمى منصور النجعي لا تأثير حتى على مستوى الفريق ومعنويات الفريق، وهذا يدل على أن الفريق روح المعنوية ومستوى الفني أصبح يتحسن من مباراة إلى أخرى. شكرا جزيلا فيصل بوثنين، كان معنا من الرياض. وقفتنا الأخيرة نتابع بعدها في المرمى، وفي نجم الكرة الألمانية كيب ألمانيا تحول إلى جراح إصابات ملاعب في بريدة السعودية.